بس عايز اسالك سؤال، هو فيها ايه لما تطلعي انك حزينه على والدك وتعيطي عليه؟ لا يا فندم، انا ما بتجرش ابويا بعد 60 يوم، معلش يعني مش انت بتسمي حزنك على والدك انه طبعا لما اطلع في برنامج حضرتك تحطي لي موسيقى تصويريه في ظهري وتقعدي تكلميني، وبعدين كنت طلعت مع اي حد اطلع معاكي ليه؟ انت طالعه بتكلميني في عوده الصداقه، شفتش حاجه فيها الصداقه، تكلميني على ابويا، فقعدت انا اتكلم واقول اللي حصل. يعني هي اللي طلبت انها تعيد الحلقه؟ ما انا جايه اقول في الكلام، اقول لك اهو قولي. وبعدين جيت بعد في الموضوع كده ريب. والله هو ده الموضوع. وبعدين جت بعد كده بعتت لي البرومو، لا البرومو وحش كده. الاول بعتت لي المزيكا، فلقيت دي المزيكا اللي انا هحطها في الحلقه، انا هعمل لها حاجه، التفاصيل دي بقى طبعا مش بتاعتي. بعدين بعتت لي البرومو، قلت لها انا لسه موريه الاعداد رئيس التحرير دلوقتي الشاب استاذ شريف عشان يعني في البريك يدخل لنا. قلت لها هو ده البرومو، هو ده انا وريته ما بعد كمان. قالت لي وحش جدا عشان انت وفرتيني، وانا قلت لك مفيش حاجه ماتيريال ناخده. ماتيريال ايه؟ ما انا كنت قاعده قدامك عوده الصداقه، ليه ابويا وليه الحزن وليه كانوا مخبيين عني وليه ما مش والله ما حد هيتعاطف معانا عشان قصدي. عارفه لو حقيقي الموضوع هيبقى حقيقي، لكن انت بتعملي ستريس بتعملي ستريس بتعملي ستريس طول الوقت. فده كان البرومو كده، فقيتي هغيره هسحبه. قلت لها ريهام مش حلو، وانا كده بتاجر ببابا، وانا كده ما ينفعش، وانا وابتديت اتضايق، وعادي بقى بكلم صاحبتي بقى، ما انت عارفاني ان انا بتعصب يعني. يا ريهام كده ما يبقى، قالت لي هسحبه. قلت لها هل ينفع يا ريهام انت، انا فيري بي كلوز وانت في اللو، قالت لي دول ضدي، دول من قناه ثانيه، مش عايزه اقول اسم القناه بس برضه موجوده عندي في الشارع. يعني هي كانت بتصور في قناه وجايبه مصورين من قناه ثانيه. مش بقول لك في اول القعده اتخانقت مع مدير التصوير واتخانقت مع الكاميرا، وازاي تبعتوه دوت وده ضدي وده ما بيحبنيش والحاجات دي. فهي قالت لي طب ورديتي يعني ليه؟ هي كان عندها مشاكل مع الكرو اللي معاها. ايوه يا فندم. فجي بعد كده قلت لها طب ورديتي ليه نصور؟ ما احنا بقى بتوع بعض خلاص، وانت جاي تصوري عندي اصلا، فمش كلفكوا حاجه يعني بقى يعني. طب ليه؟ قالت لي دول بيشتغلوا في القناه كذا. قلت لها وايه اللي دخل القناه كذا معانا؟ ما هم دول ضدي. قلت لها طب انا دلوقتي ده مش عاجبني، برومو ده مش عاجبني، قالت لي يتسحب. ولا انا كمان. وفعلا قالت لي انا اتفرجت على الحلقه، الحلقه وحشه قوي يا ريت. قلت لها الحمد لله يبقى الغيها. قالت لي لا نعيد تاني. قلت لها ماشي. قالت لي لو كده دي نجي لك تاني. قلت لها لا مش هينفع بصراحه، ما اقدرش استحمل كرو بقى جايين على مبيت كده الصراحه يعني مش حق. انا عملت بما، قالت لي انت هتذلينا انت. قلت لها والله عملت بما فيه الكفايه. واتذاعت الحلقه واتقصى بقى لاصحابي اللي قاعدين جنبي، قالوا لي ريم انت بتهري وتنكتي، هي هتذيع الحلقه. وانا على خلاف مع مدام سميره، انا عندي مشاكل مع مدام سميره، مش انا صاحبه القناه، مش انا اللي بقول. ايه؟ مش انت اللي بتقولي ده؟ انت الاعداد نفسه، ازاي ليه الكلام كله اتغير؟ انا ومش انا، وانت اتنرفزتي، انت ضيعتي مننا الحلقه، انت يعني انت كنت ملمه وقتها. وابتدى الموضوع بقى جذب وشد في التليفون. طيب بس انا اتعلمت بقى عشان ما تعمليش قواضي تاني. خلاص بقى غلطه الشاطر بقلب. بقيتي بتحرصي على كلامك، على كلامي بقى، اعرف ايه بقى اللي هو قانونيا هيتقال. اتعلمتي الدرس. انا مش معقول بقى وبعدين نفس الشخص تروحي تعملي لي قضيه تاني. فقالت لي كذا، فقلت لها حبيبتي انا مسافره، وفعلا كنت مسافره بره مصر. انا مسافره بره مصر. قالت لي الحلقه تتذاع بكره. قلت لها مبروك الف مبروك، انا عن نفسي اسمعي بس ومش عارف ايه وكذا. قلت لها انا مش هشوف حلقات خلاص. خلاص جت ساعه الحلقه برضو، وريتها الاستاذ شريف رئيس التحرير بتاع حضرتك دلوقتي، كنا قاعدين شاف كل حاجه برقمها بكل حاجه. قالت لي انت شفتيش التعاطف، بعتت لي بقى وهي بتتفرج، شفتيش التعاطف قد ايه من الناس، وبعتت لي سكرين شوتات من الكومنتس بتاعت الناس وكم من الناس اللي بتدعي له. قلت لها حبيبتي انا بره مصر، انا ما بتفرجش.
خلاص وتجاهلت تماما ده بقى جنن الدنيا وتنزلت لي صوره بكلب بيطلع لسانه كلب عشان انا اللي كنت صعبانه عليكي وجايه اهو اتفضلي بجد ساعة الحل. طب يمكن كانت تقصد حاجه تانية والله بس انا بتلك طلعيكي كلب بيطلع لسانه انا ولا كاني طبعا شايفه اصلا وفعلا ما كنتش فعلا بجد ما كنتش بتفرج على الحلقه لان اعصابي ممكن يحصل لها حاجه رحت متجاهله تماما تجاهلتي الصوره دي تجاهلت كل حاجه تجاهلتك انت تماما وعند الله تجتمع الخصوم وعند الله تجتمع الخصوم لاني سامحتك من قلبي ولما دخلتي العزا عليا نسيت الموضوع ده نسيت كل الإساءة والشتايم والفيديوهات واللايفات انتي والشاهد المتهم دلوقتي جيبوا في عرضي وسيرتي وسب وقصف وتريقة نسيت كل ده واديتك فرصة تانية